كياترو مصري بمصري كياترو وتعالى شوف رواياتك. جايين النهارده نقابل الجمهور، هندردش معاهم، نقابل الطلبه زمايلنا لو عايزين يسالوا اي اسئله ليها علاقه بتياترو مصر او ليها علاقه بمشوارنا او ليها علاقه حتى بالمسرح، احنا نرد عليهم وجايين نتبسط معاهم. تياترو مصر واحنا السيزون ده خلاص خلص ان شاء الله، في انتظار السيزون 3 باذن الله هندخل فيه شهر 10 ان شاء الله، لكن في التلفزيون لسه في مسرحيات تانية هتيجي لسه على شهر رمضان ان شاء الله، يعني هتخلص في رمضان. الفتره الجايه الموضوع الاختيار مهم جدا، ولسه لغايه دلوقتي ما فيش حاجه رسميه، بس كله يعني في حاجات رفضتها كتير، فالحمد لله مش عايز يعني مش عايز ادخل اي مشروع ممكن يضرني، فبختار كويس اليومين دول. اول حاجه انا كنت فرحان جدا من كليه اداب جامعه عين شمس، لان انا اصلا خريج اداب جامعه عين شمس، ده شرف ليا ان الكليه بتاعتي بتكرمني بعد فتره سنتين بالظبط من تخرجي من الكليه، والحمد لله ان انا حققت حاجه كبيره الحمد لله في مشروعي الفني. ده كان مصدر سعاده بالنسبه لي وانبساط جدا ان انا كليه الاداب بتكرمني النهارده. ان شاء الله يعني رمضان الجاي ان شاء الله هتبقى في اعمال لناس من عندنا هنا، مجموعه اعمال مختلفه، في منها هتشوفوهم في مسلسل عادل امام، في منها هتشوفوا منه في مسلسل مصطفى شعبان، في من مسلسلات كمان قبل رمضان هتنزل سيزون يعني قبل رمضان، فهو ده اللي جاي ان شاء الله بالنسبه للناس اللي هتشوفوهم في المسلسلات الجايه ان شاء الله. والله مش عارفين يعني مش محضرين حاجات معينه، احنا جايين يعني اصحاب يعني فاهم، الموضوع هيبقى اخوي شويه، مش هيبقى ندوه اللي هو كيف تفعل ومش لا ما فيش الكلام ده. ان شاء الله يا رب يمسكوا يعني، احنا 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 خلصنا في المسرح بس ان شاء الله مكملين لحد رمضان في التلفزيون. حاجات في رمضان ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله يعني، بس لسه مش اكيد يعني ان شاء الله، واحنا كمجموعه كده ان شاء الله يعني بنسبه كبيره برضو. بص هو كله احنا خلصنا الموسم الثاني في المسرح، فكله بنتفق دلوقتي على ايه؟ انه ان شاء الله باذن الله يبقى في فيلم في العيد المجموعه كلها. لا لسه احنا ما نعرفش تفاصيله، احنا لسه هنتجمع كلنا الفتره اللي جايه، بس يعني باذن الله هيكون المجموعه كلها ان شاء الله. انا جاي علشان دي اصلا الجامعه بتاعتي، جامعه عين شمس، احنا كليه الطب انا وحامد وبشوي، بس اصلا احنا اصلا كنا في مسرح جامعه عين شمس، فدي الجامعه بتاعتنا، فطبيعي لما يقولوا لنا تعالوا ده طبعا يعني احساس حلو. انا كنت عايز اول واحد اجي. طبعا تكريم وفي نفس الوقت شرف ليا طبعا الجامعه دي، ولسه اصلا فيها لسه بدرس، فدي حاجه جميله جدا بالنسبه لي. اوصفه مش عارف اوصفه بايه، بس انا فعلا ده شرف ليا ان انا في تياترو مصر، وشرف ليا ان انا موجود وسط الكرو ده، احنا اصلا كلنا اصحاب من قبل كده، وتقريبا هو ده سر نجاح تياترو، او سر ان الناس حبت الموضوع. الموضوع ما بيكملش غير بالناس، فالناس لما هي متقبله الموضوع ده فاحنا مكملين ان شاء الله باذن الله. والله هو لسه كلام يعني، الكلام ده لسه بنتكلم فيه بقالنا فتره طبعا، بس فعليا يعني لسه يعني لسه بدري شويه والله لحد دلوقتي لسه، فربنا يسهل يعني ادعوا لنا. السيزون الجاي بقى الثالث ان شاء الله بتاعت ايه؟ فرح ولا قراصنه؟ حلو قوي طبعا، عشان مع خاطر، عشان شغلي مع خاطر. لحد دلوقتي مفيش حاجه، بس ادعي لي. الحمد لله بفضل ربنا يعني، مش بتعب حد ولا مجهود حد، هي في الاول وفي الاخر فضل ربنا وتوفيق، ان الناس شايفه التيم ورك، الروح اللي ما بيننا هي اللي واسطه الناس، فهو ده السبب الرئيسي في النجاح مش اكتر ولا اقل يعني، هو ده. فاحنا بنحمد ربنا ان ده وصل للناس، بس الروح اللي ما بيننا. يا رب ان شاء الله اعمال ثانيه يعني، ان شاء الله فرقه تياترو ان شاء الله بتجهز فيلم، وان شاء الله سيزون 3، وربنا يكرم ان شاء الله. ان شاء الله في حاجات في رمضان، بس لسه ما بداتش حاجه فعلا يعني، كلها لسه مرحله كلام، لسه ما ابتديناش حاجه. استاذ اشرف الباقي يعني مش هقول له حاجه، واخونا الكبير يعني ما فيش ولا مليون كلمه شكر يعني، هو الراجل اخونا الكبير، ما العلاقه بيننا مش فنيه نهائي، العلاقه انسانيه، واستاذ اشرف يعني قريب مننا كلنا واحد واحد، فاحنا مش هنعرف نشكره، مش هنعرف. بقول له استاذ اشرف عبد الباقي بحبك قوي، ربنا يخليك لينا يا رب. انا فخور ان انا في تياترو مصر، وفخور ان انا في جامعه عين شمس، وان شاء الله نبقى عند حسن ظنكم دايما باذن الله. بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، واحنا فرحانين لان انتوا ورانا دايما من المسرح لحد الندوه هنا، لحد في كل مكان، فبنقول لكم الف شكر، وبنشكر كل الناس اللي بتحبنا، وان شاء الله نكون عند حسن ظنهم دايما. شكرا اللي اتفرج، وانتم معانا دايما في كل خطوه، يا رب دعواتكم معانا في اللي جاي ان شاء الله. ميرسي. اتفرج، مبسوط جدا ان انتم معانا في كل الحاجات اللي احنا بنعملها، ومبسوطين جدا ان انتم معانا طول الوقت. السلام عليكم.